أن حكومة الاحتلال التي تدعي الديمقراطية والتي حظيت بدعم من بعض دول العالم الكبرى بنت نفسها على أجساد الصغار ولا تزال تقتلهم وتعتقلهم وتعذبهم أقصى أنواع العذاب. ما زالت ممعنة أكثر وأكثر في حملات الاعتقال ضد الأطفال، ليس فقط اعتقال وإنما أيضا إعدامات وقتل، هناك أطفال أعدموا ميدانيا. هذا يأتي استنادا إلى قرارات رسمية من الحكومة الإسرائيلية التي قررت إطلاق النار على ما تسميه راشقي الحجارة.